حبيبتي. نعم حبيبي. انتي حبيتي حدا قبلي شي؟ حبيبتي انا اسف بس ما اكون زعلتك يعني. لك سكوت شوي. لعمة بعيونها خربطتني، كنت عم اقدم 101 102 103 خربطت، بطلت عد كانوا كتار دزديني، انبسطت. لك تضربي بشكلك ايه؟ لكن الي ضربي يسد ما يرد. حبيبي. نعم حبيبتي. بدي شاورما. لك شو هالحكي، مو كنتي نباتية؟ كنت بس اول ما تعرفت عليك تحيونت. المهم بدي 3 شاورما، واحد كله قول له اني كتير تسوم. قمارة راح الغالب الطيب. ولا على قبتي ولا على طولي يا بنتي، ولا على قبتي ماتت وراحت فيها. ولا على خير خالص بيك، ليه جاي تبكي؟ لك حماتي دعستها سيارة وماتت يا بنتي. عزة سود علي خالة، والله زعلتيني عليها البقية بحياتك. زين خالة ليش شفايف شلونها سودة؟ ولك شفايفي سود من كتر ما بزدولي بالسيارة واندرت الزلمة اللي دعسها. ولي عزوري يا حماتي عليكي. يا حماتي يوف. هلو فطوش حياتي، شونك شخبارك شاكو ماكو؟ اهلين وجه الصخلة. على ولدكم انتي العراقيين. الحمد لله تمام، كيفك انتي؟ لك انتو النسوان شو قد بتحكو؟ لحظة شوي، وشو دخلك انتي؟ لك شلون شو دخلني؟ عندك علم انه المرأة بتحكي 30,000 كلمة باليوم والرجل 15,000 كلمة باليوم؟ هذا دليل على انكم انتو النسوان قرارين وبتحكوا وبتلعوا كتير. ايه معك حق معك حق، لانكم حامير وما بتفهموا، بتخلونا نضطر نعيد الجملة مرتين لحتى تدخل بمخكم وتستوعبوها. شو قلتي؟ شفت هلا اثبت لي انك حمار، رح تخليني اعيد الجملة مرة ثانية. يلا قول. انا ماني فاضية لك، عندي مكالمة. الو ايه مجد طاي كملي. خرب يومك بالقصة. خير شبك، ليش مزعوجة؟ لا ما في شي. لا بدك تحكي شوفي. ودك صار لي أكتر من سنة بعرفك، لحد هلأ ما لقيت شعرة على قميصك. ايه وشو يعني؟ يعني بدي اياك تخبرني مين محجبة اللي عم تطلع معه. لك يا بنت الحلال فيكي شي انتي؟ عم تضحك؟ يعني انا مو كذابة مو معي حق. لك لا والله العظيم مو هيك القصة. ايش ولك لك لا تكمل، مسكي خاتمة اعو اشرب ميته، وانت بطريق وانا بطريق. لك لا تضحك مو مضحكتك انا. تضربي بشكلك شو انك غليظة.